نموذج يحتذى. النهارده جامعه القاهره المباني بتاعتها كان فيها اكثر من، والمدينه الجامعيه كان فيها اكثر من 250 مكان للصلاه، والاماكن دي في الحقيقه لم تكن يعني تتوافر فيها الشروط الشرعيه للصلاه من حيث الطهاره، وجود دوره مياه تكفل ان اللي عايز يتوضا او يتبوق يذهب الى دورة مياه محترمة ما تعملش مشكلة. النهاردة فكرنا أيضا إن هذه المصليات الصغيرة اللي موجودة في كل حتة في الجامعة بتستخدم لبث سمو الفكر المتطرف، لأن ما بنقدرش إن إحنا نشوفها ونسيطر عليها. كمان دي ماكينة لإطلاق صواريخ التطرف على عقول الطلاب والشباب دون رقابة، ولذلك النهاردة هذا وضع لا يمكن أن يكون يعني مقبول.